كمان ضمن مسابقة المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة فيلم المخرج محمود حجاج طالع نازل أو ستيبل أنستيبل، وقصة عدد من الأشخاص اللي عم بيزوروا طبيبهم النفسي بآخر نهار من السنة، ورح نتعرف على مشاكلهم واضطراباتهم النفسية بالأسانسير وبعيادة الطبيب النفسي. طالع نازل مع كميل سلامة، ديامو أبو عبود، عايدة صبرة، منال خضر، ندى أبو فرحات، حسان مراد وغيرهم من الوجوه اللبنانية. طلع نازل لأنه الأسانسير بيطلع وبينزل، والفيلم جزء منه جزء كبير منه بالأسانسير، وبحس حالي كتير كتير محظوظ أنه عندي هيك مجموعة أنا شخصيا بحبها كتير وبحب أحضرها. هو فيلم لبناني آخر نهار بالسنة، يعني على ليلة رأس السنة أشخاص عم بتحضروا ليحتفلوا برأس السنة، وبنفس الوقت عم بيروحوا عند السايكولوجيست تبعهم، عند الطبيب النفسي تبعهم، والفيلم بيصير بعيادة الطبيب النفسي وبالأسانسير يعني، والفيلم هو ليلة واحدة. واحد مركب جاروشي بنوعه وعم يحكي يلا حكي، ما في غير حكي. فيلم طالع نازل هلأ، هو بمهرجان دبي وبيرجع شهر الجاي بينزل ببيروت بالسينما، ما بنعرف النهار بالتحديد، بس مفروض بشهر الأول من السنة ينزل بالسينمات بلبنان ويبلش مشواره. أنا دوري هو دور طبيب نفسي، عيادته بهاي البناية اللي فيها الأسانسور، وبعدين بدنا نشوف هو بمشهد معين، هو وزوجته بحالة أخرى غير ما يكون في مريض عنده، وهو شو راح يعمل بليلة رأس السنة. عندي نقطة ضعف تجاه اللهجة اللبنانية، وخاصة لما البنات اللبنانيات يحكوا لبنان. كان في معنا على طول شخص خبير، يعني طبيبة نفسية موجودة مع سكريبت مع محمود بالأول، وخلال التصوير كانت موجودة، كان في استشارة انه هاي الكلمة بتنقال، هاي دي ما بتنقال، هاي دي بهالطريقة يعني كان في دراسة معمقة للأشياء الدقيقة يلي ما بيشوفها المشاهد، بس يلي بتوصل له المضمون بشكل صادق أكثر. تعبير ممنوع ممنوع. فيلم طالع نازل هو فيلم انشغل بكتير جدية بكتير احتراف، يختلف عن الأفلام الباقية، ما عم بقول إذا أحسن أو أسوأ، إنما موضوع يختلف، ما إنه موضوع متكرر. دوري أن هي شخصية مقررة، ما بدها تحكي، بتسكت، بتسمع الأصوات براسها، بتسمع أصوات الناس ما بتسمعها لأنه معجوقين بالكيوس بالفوضى اللي هي موجودة بهيدي المدينة. حس هو من ميلة وجوزي من ميلة تانية، وأنا بدي الميلتين وكتير مرتاحة. بالنسبة إلي لا، كان شيء حلو، اشتغلنا كتير مع بتفاصيل الشخصية، كتير حكينا مع محمود، وصلنا سوا للشخصية، طريقة الشغل كتير حلوة كانت معه، يعني كيف البروسيدور لو وصلنا للشخصية وهيك كيف تركبت وكيف وصلت، بتحس بكتير سلاسة حتى الشخصيات وطريقة اللعب وطريقة الفيلم، أنا كتير بحبه يعني، بحسه كتير هيك حقيقي وكتير سلس. موضوع الفيلم وهذا الفيلم بيعنينا كثير، وطريقة طرحه ومعالجته وإخراجه كثير خاصين، فبليز عن جد إنه روحوا شوفوا هيك حشرية، شوفوا يمكن طريقة معالجة جديدة أو ما بتشبه شيء، بتشبه حالها.